راح شوف خل اقول لك يعني اذا تذكر الجمهوريه الاسلاميه يعني بعد استشهاد سليماني ضعف دورها بشكل كبير في العراق. واليوم سليماني شخصيه حقيقه محترمه، وانا اتمنى كعراقيين عندنا واحد لو اثنين مثله كان هسه وصلنا للقمر. سليماني كان صديق للجميع وكان يتواصل مع الجميع، مو فقط سنه وشيعه وكرد، مو فقط هو جاي بمهمه، يعني مره يصادقك، مره يجبرك، مره يجيك بشكل رسمي، ولذلك كان مؤثر في الواقع العراقي السياسي اكثر من اكبر كتله كبيره. هذا واقع. اللي يقول غير هذا فهذا غشيم. هذا واحد، لذلك التدخل موجود. اليوم اكو قوه اثنين، واحنا في الوقت الضائع. الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وأتكلم لك بصراحة وهذا ما موجود بالعراق. إيران تريد رئيس وزراء يطلب من يكون عندما يكون رئيس وزراء يطلب من الإدارة الأمريكية أن تغادر جنودها العراق. هذا مو العراقيين، إيران تريد. والولايات المتحدة الأمريكية تريد رئيس وزراء لا يستمع إلى الإيرانيين وينفذ مشروعهم بخروج الأمريكان. فإذن رئيس الوزراء سوف يحقق مصالح دولية أكثر مما يحقق مصالح، هذا نظرتهم هم. فبالتالي شوف لي وين واصلين احنا. ما نقدر نفكر ولو وحدنا بعيدا عن احنا مو ما نقدر نفكر، احنا ما نفكر اصلا. خلينا هالمرة نفكر انه ما يحصل هي سيناريوهات متفق عليها. زين. شنو يعني؟ يعني وجود الإيراني، التمدد الإيراني، الاتفاق الإيراني الأمريكي على تقاسم مناطق النفوذ او في داخل العراق، وانه هذا ما يحصل هو ليس تنافر اقطاب. شوفوا اليوم 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 ممكن ان تكون مصالحه امريكيه عراقيه ايرانيه على موضوع الحصار الايراني، مشاكلهم مع ايران، لكن لا يمكن ان يكون اي اتفاق على موضوع البقاء في العراق، هذا مستحيل، لان هذا تعرف اليوم الدولة الإسلامية الإيرانية عندها مشروع ومشروعها حقيقة محترم وفق رؤيتها. الدولة الإسلامية حدودها ماكو، حدودها تعبر الأردن وتصل إلى فلسطين ولا إسرائيل، هاي الحدود. هذه أمانة. هسه بقى ضعيف، أخوي الإيراني يحفر بعبره، إيش تعجبت؟ هاي واحدة، فهذا يفكر بعد 100 سنة، إذا ما تفكر بعد منات راح تطلع تعيش هذا واحد. ماشي. لأن الأمريكي وجود العراق ما يضحي به، ولذلك لأنه ليش؟ لأنه هو حامي إسرائيل. ولذلك الأمريكان عندما كانت هناك جدية قبل أشهر بأن يكون هناك مطلبا عراقيا جديا بخروجهم، ترى فكروا بأن تكون القاعدة عين الأسد على الحدود العراقية الأردنية، وراحوا عينوا مكان، وهذا ما تكلموا معهم في مع الملك الأردن عندما زار واشنطن في الزيارة الأخيرة قبل شهرين أو أكثر بكثير. ولذلك قالوا إحنا نروح، هذا موقعنا. وجودهم نعم عندهم مهام كثيره، عندهم حمايه مصالح لهم، لكن ايضا حراسه دوله اسرائيل.